امبارح كنا كيكي واليوم نحنا كيكي اقرا رح نطلب كيكي ايدي على ديدي كيكي بالشارع جبنا كيكي لندعم تعمل كيكي برمي سلامي ما عم تفهمي كلامي مرقت قدامي وما عم شوف القصة اني داير بالي ما بخلي حدا يرضى بخليني بحالي عملي معروف بتسأل هالكاميرا علي وبعدين بحبها كل مرة بتعملها فيي وما عم بتربى الكاميرا اسمها تيتي تيتي امبارح رحتي وهلا جيتي الكاميرا اسمها تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي رح بشعل مثل الكبريتي ويسلم لي قلبها تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي تيتي تيتي يا تيتي وين تخبيتي طول بالك لا تهتم اضحك وفرفش وانسى الهم طول بالك لا تهتم اضحك بعبك وانسى الهم ما فيي طول بالي ماشي عم حاكي حالي طلعت هالتيتي غالي وعملت فيه تيتي شفنجاتا زبطناهم وعالميزورة اسناهم كلهم صورناهم وان كل بايدي جهزنا المقلاية بالشارع رايح جاي ورحتي ونسيتي تيتي 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 مثل ما رحتي جيتي تيتي تيتي يا تيتي وين تخبيتي بهي القصة ما لها علاقة بس يعني شو ما اعملوا عالم الحيوان طول بالك جرسك جرس بس هاي زياد كيفك؟ شو عم تعمل هون؟ بس عم بستنى هذا صديقنا بده يطلع لعند شو اسمه؟ كيفك؟ منيحة شو أخبارك؟ منيحة؟ ايه الحمد لله اشربي مي خلي اشربي مي؟ لا خلص معي مي معك مي؟ بس ما عرفت ليه أنت ها؟ تفضلي مرسي وين؟ طب ليقة شو بدك تعمل يعني؟ اه؟ بدي اجار تاكسي تاكسي شو؟ اجار تاكسي من الست عديته 10,000 قبل شوي مش معقول بعدني ما عديته 10,000 قبل شوي جبت من جوني لهون مش معقول هلا المفروض تعطيه اجرة سيارة رجال صار له قديش واقف اجار تاكسي انا اعطيتك 10,000 شو بك يا عمو نزل نزل احكي مع نزل لا نزل احكي مع نزل بدي اجار تاكسي بعدني ما اعطيتك 10,000 10,000 مش معقول شو بده بده مصاري ايه ما في مصاري ما في مصاري ما في مصاري ما في مصاري شو الشغله شو بدنا نعمل ما بعرف هي اخذت شو عم نعمل؟ سوري؟ ما بعرف انت اخذت حقك بياخذ حقك شو بتساوي فيه؟ اعطيني 10,000 بعطيتني الشيء اعطيني اكثر 10,000 لالي لا العالم كلها لما عليك هلا لا انت وحدك لا اضرب كفين اضرب لا خوض بالك ما بتضربها هي هي البنت عم تمزح معك شفت الكاميرا وينها؟ هي علينا شو هالشغلة؟ كاميرا خفية عرفتها؟ شو هالشغلة؟ شو هالشغلة؟ شفت الكاميرا؟ ليك سلم على الكاميرا انا قاعد على الشغلة يا امي يا زلمه تعال استنى خليك في العالم هلا شو احكي معه دغ دغ شغله طيب اعطيتي شغله اسبيك عربي اوف كورس اي سبيك عربي بس اي وونت تيل هاو هنديه من الهند من الهند ما شكلها هندي طيب انا بوصل حرام صار له ساعه واقف طب خلص انت بتوصلنا طيب امشي يلا بدك شيء ماي وين هاي شو ها؟ وراي ما بدك اشرب لا ما تعطتنا شو؟ ما بدك منها هلا؟ الله الله في الله الله كبير اه الله كبير خلاص عم جد؟ ايه نحن بنحاسبك والله ما بنقبل هالكلام شفت الكاميرا وينها؟ ايه وينها؟ تبع التاكسي نص ساعة لا استنى ايه مزبوط
لحظة ما تمشي بس لحظة بدي احكي لحظة اطفي التاكسي يا عمو اطفي ماما جاي لهون بس لحظة ثانية ماما جاي لهون لحظة بس بليز اب سليم بس لحظة ايه ماما لا. حبيب انت مستعجل خذ تاكسي حبيبنا فهم علي انت بدك تروح على البيت مظبوط امها ممنوع تشوفها معي شو خصنا في امها انا ما بعرفها الامه انت ما بتعرف امها بس انت طلعت معكم الصبيه طلعت معنا وتاخرنا نص ساعه انا عندي شغل ما فيني انا بوصلها وهو بوصلها انا بوصله له خلي وصلك طلع هلا لحظة لا الماما قلت لها في بعد شاب معنا لا خلص روح انت حجيه بدك تروح معه ولا لا لك لا معه الكاب تعال الا الكاميرا خفية قديت طلبت مني بدك تاخد؟ لا كتير المغامية في الأبصار من العشر بده ياخد 10,000 منه شو زياد؟ الرجال صار له فترة واقف كمان أعطيه حسابه وخليه يروح فترة ليه؟ أنا ما بشتغل بالراكب أصلا طب لحظة شوي لحظة طب هلا وقفته ما بده ياخذ عليها هي تاكسي هي كمان تاكسي موديل حديث بس أنا وقفت لك أنا كيف بدي وقفت لك؟ أنا كنت أوريدي واقفة قلت لي تاكسي أنا ما فيه في الطريق لا ليه ما فيك بكتب أنا وإذا؟ هلا بدك تشتغلي على الجهاز بدك معلش بدك فيهم شو شريتيني؟ ما تخليني بهلك بالطريق ما تخليني بهلك بالطريق شو بدك على طول بالك جرسك جرس عم تمزح معك اعتذري منه شو ما اعملوا عالم الحيوان هلا بدي اسال سؤال هلا زياد هو بيعمل مقالب بالعالم ما راح يصدق انه احنا هون انا شركه منتجه وصرت منتجه يعني ما بدي اياه يحس انه في لعبه بصراحه يعني بدي اياه يعني مو مبينين نحن اوكي انت مع شفتي الكاميرا وحطيناها قدامي لكن هو طيب ان شاء الله ما بيشوف الكاميرا ان شاء الله لانه هو ما شاء الله حلو ذكي يعني ما راح يصدق هيك هو طيب اهلين وسهلين ابو طارق يا ميت اهلا وسهلا نورت اهلين الله يعافيك يا رب والله الحمد لله بعد زمان اي والله شو كيفك شو اخبارك انت كيفك يا ميت اهلا وسهلا شو هون هون شو شايف انت هذا شو بالتاج بارك لي الف مبروك الله يبارك فيك امتى عبال عندك امتى ما له زمان عن جد ايه عن جد ليش لا والله شي فخامه عم انتج انا هلا جديد فاتحين المكتب شو بدكم تعملوا افلام كرتون والله يا ابو طارق ما شو ناويين يعني ايه انه درجه قصص الاطفال والتركي شو اطفال ما اطفال وهلا جاي قال الفنزويلي مسلسلات هلا خليني اكمل كلامي في عنا عمل كوميدي ايه بس انا يعني بالنسبه لي لقيت ما في اظرف منك واحسن منك هيك حابه انا تغيير شكل اي وبدنا نعطيك بطوله شلون شلون همتى انا بطوله طبعا ايه طبعا ليش لا ايه ما شاء الله حولك انت بالمقالب على العالم عين الله عليك على على هالخفه الدم يعني بطوله شو ما بعرف مسلسل انت حتخيليني ها في شيء يعني لك ليش بدي اخيلك شو فيها شايفتك انت مو قابضة القصه ما بعرف ليش مو قابضة اجى علي يعني الموضوع وكانه سطل مي بارده ها ليش يعني استكثرت علي اني اكون منتجه مثلا لك لا مو جايتي لعندي ايه لك انه هلا اطرح انه انا اخذ مثلا عمل من الجلده للجلده معقول اخذ شارك فيه انا هلا طالما انا صرت منتجه معناتها انا حره بحط البطل اللي بدي اياه صح ولا والمخرج اللي بدي اياه والله يعني في هيك شيء والاضاءه اللي بدي اياها ايوه وانا بدي اكون بطله معك كمان طبعا ايوه هلا انت فؤاد لا انا محمود شو مين ديكور يعني؟ ايه سلمى ايه. سلمى انت طيب هلا خلينا نأجل القراءة لبعدين بس ايه. بدي اخذ منك موافقة مبدئية انا موافق قلت لك معك خلاص
على الموت خلاص ما ولا بناقشك والله طالما استفقتيني بهالموضوع فلا بناقشك يعني. اي سيدي المهم بهالمناسبة هاي الشركة بدها تقدم لك هدية يعني عربون صداقة اللي عزيز على قلبنا كتير بدال الإجرة؟ ايه لا شو لك شو بدال الإجرة شو دخل؟ شو قالوا لك عني كحتوتة أنا؟ شو سحتوتة؟ كحتوتة مو سحتوتة هاي جزء يعني حلقة هاي حلقة شو اقترب أحلى شو ها؟ شو جاب؟ بالله أنا لا اسمعني لا لك شو مين جاب؟ مين جاب هالسنجاب؟ أول إللي عندك جنينة بالبيت؟ لك عندي جنينة بس يتدحل والله شوفهم أحلى شيء سئيل بعدين مخصومة كتير لك تفرج إذا عد بتحطه بتقعد بتلاعبه بتلحمس له لك شوف ما أحلى والله العظيم تفرج أمانة الله ما بدي أتفرج والله أبو طارق بس لما سألت والله ما بعرفك بتحبي هالشغلات بتحبي هالسئيل لا تجيك عم يطلع والله لا تتضايق منه أمانة جد طب بس افتحوا شوي بس هيك لمس على ظهره لك شو بدي لمس شوف شوفي شعرات جسمه شعرات مش جسمه مشعراني هلا بهدول اللي علقت عليهم يعني بتكون انجو مسلسلات بهي القصه ما له علاقه بس يعني شو ما اعملوا عالم الحيوان اذا اساس هاتيتك هديه ظريفه بتحبها تعمل خليك والله انا ما بدي هديه بصراحه ما بدي ما بخليه عندي ما بطيقه شو عم تعملش ايه بي 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 بي. ايه ايه شو بتخبرنا يا ابو ابطناش خلاص بيحطها بالسياره حرام الدنيا شو بيحطه بالسياره حطه بالله حطه بالسياره خذوه هديه دير بالك ها يعني شو هي ما في يعني هي مو حرزانه بس هيك رمزيه بس هلا انت فاجأتيني بهي الهديه عن جد هي هيك يعني رمزيه انا المفروض كمان يعني لو واحد غيري مو محتاط انا مستحيل مستحيت بشو؟ أنا مستحيت كل دايما بحط معي هدايا بالسيارة والله لا تعذب حالك طارق لا أبطاري. ما بيصير أمانة الله لا تعذب حالك ما بيصير طب غير مرة خلص شو وين بدك تبعته؟ بدي بس جيب لي الدنيا شو وين بدك تبعته هلا؟ الطناش في هدية جبنا لها إياها للست إيمان شلون هدية هيك؟ بالسيارة هيك بالسيارة حاطة من وينك؟ الهدايا المتوسطة عرفتها؟ الوسطة مو تقال لأنه تقال وينك؟ تقال ما بينحملوا معك يلا هاتي هلا وبتدعي لي على هديه اكيد اكيد بس انا ما بدي اياك تعذب حالك بس شلون هيك محضر حالك يعني ما عم بعرف انا والله انا دائما يعني بحط بعين الاعتبار الهدايا شيء مو محرج يعني هلا بس كثير حتروقي انا النص هذا ما بدك تقولي له انه يعطونا بقيه الاجزاء وين رايح انت ليش؟ وين رايح؟ بدي روح هلا انه عندي بدي اخذ الاجزاء شو هذا؟ وضلني مكمل عرفتي؟ طولي بالك هذا شو بيقرب زياد لك شو بيقرب زياد والله العظيم زياد تعال لك مش عارف الله طيب وهديتك يا ايمان وين السنجاب؟ ما فيش الكاميرا يا شبك عم تصور لسا زياد لا زياد 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 هذا طلعي برا بعدين نحكي انا وياك والله العظيم كنا عم نمزح معك مسحة لا تهشم بوسيتك والله لا تهشم زياد هذا اسمه حنوش لك زياد بلا حنوش وشوف زياد الله يوفقك وين هذا ابو فناشة بس ايدي انا فكري ايدي لك اطلعي برا طلعي برا نحكي بحس لك زياد لك لا تقربا استاذ هيثم الا مشان الله لك عم تطلعي برا طلعي برا هلا بدي اسالك بس سؤال انت مزحتي معي ما؟ ايه انو احلى مزحتي لما مزحتي خلص 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 لك عم زياد هيك غطي على قلبي مشان الله طالع يا ابو طناش ابو فناش ابو شو ابو طناش ابو فناش ابو طناش يا ابو طناش بس مسكين لك دنبه علي بايدي لك اذا ارتفع معي السكر يا ويلك اعطوني مي الله يرفقها اعطونا مي
هي مسحة زياد. حياك الله. شكرا. مسحت معك مسحة بتمسح معي هيك مسحة؟ ما فيها شيء، شو السنجاب وشو الحنان؟ شباب لبعض. لا ما بعرف. بيعيشوا بالغابة يا جماعة. عن جد؟ الله يسامحك على هالشيء. والله عن جد؟ طيب انت لكان هي مسحة بتمزحيها بجيبيني على اساس في نص وفي مسحة. ايه مسحة ايه. وبطولة بتطلع البطولة الي. قالوا لي انك انت بتتضايق من السنجاب بتقرف منه. ايه. بتخاف منه يعني. ايه. بتدلع حيلة امزح معك هالمسحة. كسر ايدي وساعة مزحت معك هالمسحة. ما في نص ولا في شيء. لك ما في نص ولا في شيء، نحن والاستاذ هيثم حبينا نعمل معك هالمسحة، بتجي بتعمل معي هالمقلب. سيح 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 تفضلي تفضلي سيح تفضلي. ما عاد لي حيل. تفضلي سيح. شايفين اللي بدي يمزح هيك المسحات. هيك المسحات. معي. اي والله مسحتك انا احلى. مزحتك طبعا. تاخذ العقل طبعا. بس والله لحضر لك مسحه غير هيك طول بالك. هن ورطوكي. وحياة عينك وحياة عينك غير اعمل فيك. لسه ناوية. ناوية. هاتولي هالحناش. شو؟ سرجو. خلص ناوية. 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 ناوية ايه. اعطينا هالحناش. بس لاجل هالرعب اللي رعبتني اياه. ابطناش اعطيني هالحناش لشوف. اعطيني هالحناش لشوف. هلا بدي كسر الدنيا على راسي. لا شوف. حنمزح. والله التامة التامة خلص زياد. بدك تعملي مقلب؟ لا لا. أبدا. طلعوا لبرا. زياد؟ نعم. قولي تي 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 تي. تي 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 تي. ليش؟ تي 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 تي. تي 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 تي. هاي. يلا. سلامي ما عم تفهمي كلامي مرقت قدامي وما عم شوف القصة اني غيبالي بخلي حدا يرضى بخليني بحالي عملي معروف تي 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 بيتي ما رح تيجي تي 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 يا بيتي وين تخبيتي بتسأل هالكاميرا علي وبعدين بحبها كل مرة يا كل مرة بتعملها فيه ما عم بتربى كاميرا اسمها تيتي امبارح رحتي وهلا ايدي كاميرا اسمها تيتي ايدي مثل ما بعطي مثل ما جيتي مش عارف مثل كبريتي تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي تيتي تيتي يا تيتي وين خبيتي I'm gonna make it.
مشعل مثل الكبريتي اسلم لي قلبك تي 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 مثل ما رح تيجي تي 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 يا تي تي وين خبيتي لا تهتم بالحر وخرج وانسى الهم طول هالك تي 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 امبارح كنا واليوم نحنا بكرة رح نطلب تيتي على تيتي بالشارع جبنا تيتي كانت عم تعمل برمي سلامي ما عم تفهمي كلامي مرقت قدامي وما عم شوف القصة اني داير بالي ما بخلي حدا يرضى بخليني بحالي عملي معروف بتسأل هالكاميرا علي وبعدين بحبه كل مرة بتعملها في كل مرة بتعملها فيي وما عم بتربى الكاميرا اسمها تيتي تيتي امبارح رحتي وهلا جيتي الكاميرا اسمها تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي رح بشعل مثل الكبريتي ويسلم لي قلبك تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي تيتي تيتي يا تيتي وين تخبيتي طول بالك لا تهتم ضحك وفرفش وانسى الهم طول بالك لا تهتم ضحك بعبك وانسى الهم ما فيي طول بالي ماشي عم حاكي حالي طلعت هالتيتي غالي وعملت فيي تيتي شنقاتا زبطناهم وعالميزورة اسناهم كلهم صورناهم وان كل بايدي جهزنا المقلاية بالشارع رايح جاي ورحتي ونسيتي تي 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 مثل ما رحتي جيتي تي 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 يا تي تي